إذا فون دير لاين تحضر أو بالأحرى هي حضرت خطة من 10 نقاط سيتم عرضها على ميلوني. لا أعلم إن كانت كل الأمور مستوفاة في هذه الخطة أو هناك هامش ربما يكون من التفاوض مع الجانب الإيطالي. أولا داليا، ملف الهجرة يعود ساخنا إلى الساحات السياسية والاجتماعية داخل أوروبا قبل الانتخابات الأوروبية، وتحت الضغط المتزايد من أعداد المهاجرين الذين يصلون إلى أوروبا ضعف العدد الذي وصل العام الماضي، ويمكن أن تستقبل القارة أو دول الاتحاد بمجملها نحو 1 مليون طالب لجوء خلال هذا العام. أكثر أو تقريبا 150 ألف طالب لجوء وصلوا إلى إيطاليا. من ضمن المراكز التي تستقبل الكثير هي جزيرة لامبيدوزا التي تقع على بعد أقل من 150 كيلومتر من الحدود التونسية. هنا وبعد وصول الآلاف الأسبوعين الماضيين وتكدس مراكز الاستقبال وعدم قدرة الأجهزة التشغيلية على استيعاب العدد الكبير من الواصلين عبر البحر المتوسط وتحديدا انطلاقا من تونس، جعل الحكومة الإيطالية ترفع يعني الإنذار أمام الأوروبيين لمساعدتها في هذا الملف، وضغطت حتى أن رئيسة المفوضية الأوروبية وصلت إلى الجزيرة برفقة رئيسة الوزراء الإيطالية لتفقد الأوضاع هناك، وقدمت خطة من 10 نقاط أولاها أن يتم دعم إيطاليا بمزيد من القدرات فيما يتصل باستخلاص المعلومات من طالبي اللجوء وأخذ بصماتهم وتوجيههم إلى المراكز المتخصصة، أيضا نقل بعض هؤلاء من إيطاليا إلى الدول الأوروبية الأخرى عبر آلية التضامن الأوروبية، وتشديد الرقابة البحرية. اللافت في كل 10 نقاط هو أن الاتحاد الأوروبي الآن يخطط لمنع تدفق المهاجرين من المياه المحلية لتونس وبعض الدول الإفريقية وفي المقدمة تونس، يريدون أن يمنعوا المغادرة كما تقول هذه الخطة نصا، وتقترح بأن تكون هناك دوريات مشتركة في المياه التونسية مكونة من البحرية التونسية، من وكالة من خفر السواحل الأوروبية ومن الشرطة الأوروبية، من هذه الجهات الثلاث، لأن اتفاق الهجرة الذي وقع مع تونس قبل أشهر لم يعمل، لم يشتغل، لم يقدم ما يريده الأوروبيون من منع تدفق المهاجرين عبر تونس، وهذه من النقاط الأساسية في هذه الخطة.